لا حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات عن، وإنما فقط أبلغت يعني الجهات الفلسطينية الرسمية أبلغت بمقتل هذا الشاب منفذ عملية الطعن. في البداية كان هناك شكوك أنها فتاة، حسب شهود عيان يعني الآراء مختلفة. الرواية الإسرائيلية تقول أنه قام بالطعن، بعض الأشخاص يقولون أن مناوشة حدثت بين هذا الشاب الفلسطيني والمجندة الإسرائيلية على الحاجز، وقامت المجندة الإسرائيلية بإطلاق النار عليه. وهي حوادث على كل حال متكررة جدا في الضفة الغربية، سواء حوادث الدهس أو حوادث الطعن. أحيانا تكون عمليات فردية مخطط لها، وأحيانا تكون عبارة عن حوادث عادية تنتهي بمقتل الفلسطيني، وتقول القوات الإسرائيلية أنه حاول تنفيذ عملية طعن أو عملية دهس. على الأغلب يعني إذا كانت عملية طعن حقيقية سوف نشاهد فيديو، وسوف تصدر الجهات الإسرائيلية مشاهد من هذه العملية إن كانت حقيقية بالفعل.